تم حصر أنماط الغناء والآلات الموسيقية المستعملة والأداء الحركي والممارسين من الأفراد والفرق الموسيقية التقليدية. وهكذا فإن هذا الجمع والتوثيق كشف عن تنوع هائل في الفنون الموسيقية، وعلى ضوء ذلك تم تأسيس إرشيف للموسيقى التقليدية العمانية مكن من إعداد مجموعة من الإصدارات المكتوبة والمسموعة والمرئية. إن هذا التنوع لا يتجلى فقط في عدد أنماط الموسيقى التقليدية وأساليب أدائها فحسب، بل كذلك في وظائفها التي تشمل مختلف مناسبات الحياة الاجتماعية والثقافية البدوية والجبلية والحضرية. وتميزت كل بيئة اجتماعية بفنونها الموسيقية التي تعبر بصورة أو بأخرى عن أنماط وأساليب حياتها وعلاقتها بالبيئة المحيطة ومستوى ونوع هذه العلاقة. إن الفنون الموسيقية التقليدية العمانية لها خصائص وأساليب أداء مميزة من حيث الصياغات اللحنية والتراكيب الإيقاعية واللغة الموسيقية والأداء الحركي، كما أن معظمها يشترك معا في أدائه الرجال والنساء. ويمكن تعميم هذا الواقع على مستوى جميع المناطق والمحافظات، ويتضمن ذلك مجالات الغناء والعزف والأداء الحركي وتأليف النصوص. ويمكن وضع تصنيفات عديدة لأنماط الموسيقى التقليدية العمانية جغرافية واجتماعية وثقافية أو فنية، بما في ذلك علاقتها بالآلات الموسيقية التقليدية. وفي هذا المجال يمكن توزيع أنماط الغناء التقليدي بناء على علاقتها باستعمال أنواع الآلات الموسيقية وتأثير البيئات الجغرافية على هذه العلاقة. الرزحة نمط موسيقي تقليدي يمارس بشكل واسع في مختلف المناسبات الاجتماعية والوطنية بالسلطنة. من الناحية الفنية تؤدى الرزحة بشكل عام في ثلاثة أنواع متتالية تشكل معا الصيغة الفنية اللحنية والإيقاعية لهذا الغناء التقليدي، وهي الهمبل والقصافي والرزحة الكبيرة أو رزحة اللال. تستعمل جميعها آلات إيقاعية من نوع الرحماني والكاسر إلى جانب البرغوم، وهو بوق يصنع من قرون المها. Yeah!
سبر اسود وانتو اسود اسود يا ولاد العم اسود بحر انطم اسود ثاني العم اسود جبل انصم اسود المشهوري اسود المنصوري اسود اهل الناموس اسود رجال كابوس اسود صف ما يبوس اسود والعدل منجوس اسود اهل الضيف اسود اهل السيف اسود اهل الحرب اسود بطعن وضرب اسود اهل الطماع اسود اهل الوطن وزعامي الاوطان ولا ناموس. العازي نمط من الغناء الحر غير الموجود، مقترن بالرزحة يؤديه شاعر أو حافظ لقصائد العازي، يمتلك صوتا قويا ومؤثرا. تؤلف قصائد العازي في أغراض شعرية معروفة كالفخر والمدح، وتتكون من عدد كبير من الأبيات، ومفرداتها قريبة إلى قصيدة الفصحى، ولها ثلاثة أشكال فنية أساسية: الألفية وهي نوع من القصائد التي تتكون أبياتها من تسلسل الحروف الهجائية، ولهذا تعرف بعزوة الألفية، والعددية التي تؤلف على تسلسل الأعداد والعازي، الموصول وهي قصيدة مربوعة أي يتكون مقطعها من أربع شطرات شعرية، وموصولة بمعنى أن يكون آخر شطر في البيت بداية للبيت التالي. ويمارس العازي في مناطق الباطنة والداخلية والشرقية والوسطى ومحافظة مسقط والظاهرة والبريمي ومسندم، وفي مختلف المناسبات وفي مقدمتها المناسبات الوطنية وغيرها. والكهوف مدت يدي راضيات وتناغمت نزوة وتنوف بيوم السعود مستبشرات ياه يواب هبت تحيي بن سعيد شهم تحدى المعضلات. تشهد الموسيقى العمانية في هذا العهد الزاهر اهتماما كبيرا وتطورا واضحا على مستويات عدة ثقافية وإعلامية وتعليمية، وتتضافر جهود مؤسسات حكومية عديدة لترجمة سياسات صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه في الحفاظ على التراث الموسيقي العماني وتوفير الأسباب التي تضمن استمراره بوسائل مختلفة تقليدية وغير تقليدية، انطلاقا من إدراك عميق بأن الحفاظ على الموسيقى التقليدية العمانية وتراثها التطبيقي والنظري يساهمان بشكل أساسي في صيانة الهوية الثقافية العمانية، ويعزز جهود التقارب بين المجتمعات والشعوب والأمم من بعضها واحترام تنوعها الثقافي. يا إله يا فارض صوم وصلاة يا عالم السر وخفاة تعلم بأمر اللي انت تم والمذكر الله وعبد علم بأمر اللي يصير يا خالقي وانت البصير ويا معطي الخير الكثير ومنزل الغيث بديم السديد ويا باعث محمد شهيد نرتجي يوم الوعيد يوم اللقاء عند الزحم يوم اللقاء عند التفاح بالمريفات والسلاح نفدي الوطن